الهواء نقي والجو صافي ويمك الأشجار يمين يسار، والمضمار الرياضي يساعد لأنه طبي يعني. اليوم مثل ما تشوفون الساعة 5 صباحاً، احنا على ضفاف نهر دجلة وعلى اليسار فندق أوبرا، وهذا مضمار الركض. الحقيقة الفكرة جت انه نحن تعلمنا على الكسل، وصحيح يعني جسمنا يبين انه رياضي، بس تعال نركض 50 متر نتعب. هذه الفرصة اليوم موجودة لكل الشباب من مدينة الموصل، انه تعالوا شوية حركوا من نفسكم، الرياضة مفيدة. نحن مقصرين بكل شيء، ومن ضمنه على أجسادنا، وكل شيء رب العالمين راح يسألك عليه، ومن ضمنه عن جسمي فيما أبلاه. وأتمنى يعني يشاركون الشباب معانا، لأنه بالنهاية الرياضة مفيدة للجسم، وصحة وعافية للجميع إن شاء الله. البداية أنا وغمى يعني شفته أنه انفتح هذا المضمار، أنا جربت أركض بغير مكانات، لكن تأذيت الصراحة، العظام والمفاصل تأذت لأنه الأرضية ما تساعد، لكن هاي الحمد لله الأرضية تارتان يعني طبي ورياضي، ويعني تقريبا إذا أتعب بغير مكان بعشر دقائق هو نص ساعة كلش ممتاز. المبادرة هي عبارة عن يعني نص ساعة باليوم، تقريبا يومين بالأسبوع. نتمنى الشباب يشاركون معانا حتى الكل يستفاد.